مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كذلك يا رب يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء هذا، والحمد لله احنا غادي ان شاء الله الحياة الطبيعية بعد تمديد يعني بعد تخفيف عفوا الحجر الصحي او حالة الطوارئ. بالنسبة للنقاش اللي غنتناقش معكم اليوم هو واكيد احنا كل صباح كنديروا جولة بمدينة الدار البيضاء بالشوارع ديالها، وكذلك كندير معكم واحد السؤال او واحد النقاش اللي كنحاول نتناقش معكم فيه بالنسبة للموضوع ديال اليوم، هو شو رأيكم في الساعة الإضافية؟ محمد صباح الخير، ما يكون الخير إن شاء الله. أبو نبيل صباح الخير، صباح النور. نحاول نديرو دردشة بالنسبة للساعة الإضافية، شنو رأيكم فيها؟ واش عجباتكم؟ واش ما عجباتكمش؟ واش باغينها تحيد؟ واش باغينها تبقى؟ شنو الأضرار ديالها بالنسبة ليكم؟ صباح النور والسرور، صباح الفل والياسمين عليكم، صباح الخير عليك انت يا اختي. امين قال لك بغيناهم يحيدوا حاله الطوائر والرخصه بين المدن، هادشي كيبقى قرار ديال الدوله بطبيعه الحال. سعيد قال لك ولفناها، بصح كي اللي تعايش مع الساعه الاضافيه رغم انها عندها اضرار بزاف يعني بالنسبه للاكثريه ديال الناس، ولكن كيقول لك تعايش معاها. عزيز قالك صباح الخير، بالنسبه للساعه الاضافيه كاين اللي خدامه ليه وكاين اللي ما خدامهش ليه. عزيز قالك بس منا نولفوها واخا صعيبه علينا. سهيله شكرا اختي، صباحكم مبروك. عبد الرزاق صباح الخير من الدروة، وصباحكم مبروك اخويا.
مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء، وان شاء الله نلتقي معكم بث مباشر اخر. الى اللقاء.